الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قضاء الأشياء بذكر لا إله إلا الله. ذكر لا إله إلا الله هو أعظم ذكر بعد القرآن. هذا الذكر فيه عديد من الأسرار التي لا تحصى ولا تعد، ومن أسراره قضاء الشيء بإذن الله. قضاء الشيء، العدد الأصغر الذي أنصح به، الذي يريد أن يقضي شيئا إليه لمدة 21 يوم، وهو أن يقوله في الصباح وفي الليل، هو 1000، ولن تأخذ منك وقت. لا إله إلا الله، 1000 مرة في الصباح، 1000 مرة في الليل. قضاء الشيء معين بإذن الله، تقول لا إله إلا الله 1000 مرة في الصباح، وتطلب حاجتك، تدعو إلى الله، وتكرر نفس العملية وراء صلاة العشاء، وتطلب حاجتك، نفس الشيء الذي تريد، وتطلب حاجتك تيسر لك إن شاء الله. ذكر لا إله إلا الله فيه أسرار عدة، تقول 1000 في الصباح 1000 في الليل لمدة 21 يوم، وتطلب حاجتك يقضى إليك إن شاء الله. 1000 في الصباح 1000 في الليل لمدة 21 يوم، ولما تنتهي من 1000 الذي ستقولها تطلب حاجتك بإذن الله يقضى إليك. هذا كل شيء أتمناكم. لا إله إلا الله، 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 لا